هل في انفصال، هل هذا الانفصال ما بين توقعات السوق وقرارات البنوك المركزية أصبح واضحا تماما الآن؟ أين تتجه إذا البنوك اليوم؟ نحن نوافق الرأي أن سيكون في تخفيض في يونيو، يعني based on أنه سيكون في مخاوف من التضخم. يعني ممكن كمان نرى stagflation في أوروبا، already أوروبا دخلت في ركود تقني، فعشان نمنع ذلك من أن يحصل لازم يكون في تخفيض لأسعار الفائدة عشان الاقتصاد لا يتضرر أكثر، وأيضا سوق العمل والبيانات الاقتصادية التي تأتي بضعفه. فعلا في تباطؤ في النمو حتى يعني بالجانب 0%، فعشان نتمنع من هذا الركود الاقتصادي لابد من أن يكون في تخفيض لأسعار الفائدة في يونيو، وهذا متفق عليه طبعا. لكن هو موضوع التوقيت، هل يونيو هو الوقت المناسب أم هل سبتمبر هو الوقت المناسب؟ يعني بعد تصريحات أعضاء المركز الأوروبي يوم أمس نرى أن سيكون في تخفيضات بالفعل ستبدأ في يونيو، أما بالفيدرالي في أمريكا ممكن أن نرى هذه يعني بداية التخفيضات في سبتمبر، لأن لسه في مساحة أو وقت أن نرى يعني سوق العمل جيد في الولايات المتحدة بمقارنة مع أوروبا، في تغييرات كبيرة في الاقتصاد، فلذلك من المركز الأوروبي لابد أن نشهد في يونيو، ولكن الفدرالي ممكن أن نشهده في سبتمبر. يبدو بأن الأسواق ما عادت تنتظر هذه القرارات أو حتى تصريحات من المسؤولين كمفعل أو محرك لاتجاه المتعاملين في السوق لناحية بيع السوق أو شرائها. سمعنا من زميل هشام قبل قليل بأنه شهر مايو ممكن يكون أفضل أداء شهري لهذا العام، لا بأس أبدا بالنسبة لشهر صار فيه قناعة فعليا إنه الفيدرالي سيبقي الفوائد مرتفعة لفترة أطول. صحيح، يعني الأسواق الآن مستسلمة بعض الشيء لـ higher for longer، ونرى أن أداء أسواق الأسهم بالفعل يعني جد في زخم كبير ويعني record highs، أرقام قياسية، ولابد أن تستمر حتى مع higher for longer. ولكن إذا في نبرة تشديد من باول أو أعضاء الفيدرالي كما يعني شاهدنا الأسبوع الماضي، ممكن أن نرى correction بسيط 5% إلى 10%، ممكن أن نرى هذا الكوركشن في الأسواق، ولكن الزخم سيستمر خصوصا مع نتائج أرباح نيفيديا، نتائج أرباح يعني كل من شركات التكنولوجيا التي تدعم هذا الزخم الكبير في الأسواق. تقييم هذه الشركات بات مرتفعا أيضا كما سمعنا بالعرض الذي قدمه هشام، أكثر من 29 مرة البرايس تو ايرنينجز او سعر السهم لايرادات الشركات، شركات التكنولوجيا كمعدل 29 يعتبر مرتفع فعليا. فلم اي مدى فينا نضلنا نمد هيدا ونضلنا نقول بعد في قيمه بالسوق، بعد في قيمه بالقطاع؟ صحيح، يعني بعض من الاسهم اوريدي اوفر بوت، ولكن يعني معظم الـ S&P 500 نتائج أرباحهم كانت المعدل العام كان 5%، ولكن كان في تراجع في الـ Russell 2000، وهذا أمر بعض الشيء مقلق، ولكن هذا الزخم يعني من السنة الماضية من يعني توقعاتنا إلى تخفيضات أسعار الفائدة 6 مرات، ولكن الزخم يستمر حتى مع نتائج الأرباح. يعني في عوامل أخرى أيضا نرى فيها أن سيستمر هذا الزخم في أسواق الأسهم. واحد من هدول العوامل الضعف الذي يشهده الدولار بالوقت الحاضر، وهو ما يبقى داعما للأسواق الأسهم، يبقى أيضا داعما للسلع المقومة بالدولار. الذهب على سبيل المثال، ما هي توقعاتكم للذهب؟ يعني الذهب نتوقع أن يستمر في الصعود، إلا بس في تجديد من النبرة التجديدية من الفيدرالي أو باول، ولكن في عوامل يعني العوامل الآن غير تقليدية لرفع أسعار الفائدة لهذا الاتجاه للذهب، ولكن يعني مع العوامل الجيوسياسية والتوترات الجيوسياسية وأيضا الشراء من الأسواق الأسيوية وجابان وحتى الأسواق الناشئة مثل الهند، في طلب وتزايد على الذهب، لذلك نعتقد أنه سيستمر هذا الزخم في الذهب. ولكن إذا كان في نبرة تشددية من أو تغيير في السياسة النقدية، ممكن أن يعني يؤثر على الذهب بشكل سلبي.